نظم منظمة العفو الدولية اليوم تظاهر لإصدار تقريرها حول عقوبة الأعدام. ككل سنة عودت منظمة العفو الدولية تقوم برصد وتوثيق أحكام وتنفيذ عقوبات الأعدام في العالم. هذه السنة اخترنا إصدار التقرير من صفاقس نظرا لأهمية المنطقة هذه ولوجود مجموعات ناشطة تابعة لمنظمة العفو الدولية. في تونس ثار النقاش بمناسبة صياغة الفصل 22 من الدستور بطبيعة، ومنظمة العفو الدولية في حد ذاتها عملت حملة لتقنين ربما إلغاء، لكن بطبيعة توازنات ربما والظرفية ما كانتش مناسبة، وربما حتى ثقافيا ربما ما زال الشعب التونسي ما تهيأش أن يقبل، خاصة مناسبة جرائم فظيعة كما جرائم الاغتصاب مثلا أو جرائم القتل العمد اللي لحد الآن جرائم تتداولها بطبيعة وتجعل ربما من الناس ما زالوا ما يقبلوش مسألة بمناسبة زاد العمليات الإرهابية كيف عمليات جماعية وفيها ربما تقتيل وفيها تذبيح إلى آخره. لكن بالنسبة للحقوقيين يقولوا أنه مش ممكن الدولة تتصرف بمنطقة الثأر، لأنه اليوم التشريعات الدولية بصفة عامة والسياسة العقابية تمشي في اتجاه أولا إصلاح الفرد، ثانيا الدولة تتصرف راه بمنطق المؤسسة التي تدافع على كل المجتمع. وإلى حد ما ثم نظريات في علم الإجرام يقول لك جانب كبير من الجريمة دي يتحمله المجتمع، فمش ممكن مسؤولية الجريمة في جانب منها يتحملها المجتمع ولكن الضريبة يدفعها ربما المجرم اللي عنده أسباب واللي عنده دواعيه، واللي ربما كما قلت لك الدولة مسؤولة على أنه مش بتردع فقط بل أنها تمنع حدوث جرائم جديدة. واتضح أن الدول كما الولايات المتحدة مثلا اللي ما ألغتش عقوبة الإعدام هي أكثر بلدان فيها الجريمة، يعني عمره ما كان مقابل توقيع عقوبة الإعدام راهي تنقص الجريمة، هذا يتضح بالكشف وأنه بالعكس تماما. إذن هذا هو ربما الإطار اللي تحرك فيه منظمة العفو الدولية، وهذا الإطار ربما اللي يجعلها تدعو اليوم إلى خاصة نحكيه على الدول العالم الثالث دول هذه اللي بصفة عامة عقوبة الإعدام وليت أداة لتصفية الحسابات السياسية. يعني اليوم مثلا نحن عنده منذ أسبوعين فقط كنا ذكرى محاكمة قفصة، تعرفوا جيدا عملية قفصة، يعني كان ممكن تحكمش عليهم إعدام كان اليوم يكون يشملهم العفو مثلا ويعيشوا مواطنين. بالنسبة لمنظمة العفو الدولية نؤمن لعقوبة الأعدام عقوبة وحشية وغير إنسانية، كذلك عقوبة غير رادعة. بلدان العالم الكل أثبتت اللي ما ثماش ارتباط مباشر ما بين تنفيذ أحكام الأعدام وردع الجريمة، كذلك في أغلب بلدان العالم يتم تطبيق أحكام الأعدام ضد الفقراء ضد المهمشين وضد الأجانب، وفي البلدان الموجودة في الشرق الأوسط يتم تطبيقها أكثر على النساء. ثم كذلك احنا نعتبر اللي حتى تنفيذ أحكام الأعدام على اللي يتم اتهامهم بتهم إرهابية يحولهم إلى شهداء، وبالتالي العملية هذه ما تقومش بالحد.